اوكي اوكي خلينا نتفاهموا على حاجه صدق. اخيرا الجمعيات مش مقدسه وتسيير الجمعيات مش مقدس. من حق اي انسان باش ينتقد جمعيه معينه، من حق اي انسان زاد باش ينتقد تصرفات جمهور معين. عاد كان باش تولي مقدسات وهذا كما تحكيش عليه وهذا كما تجبدوش اش عاد شو باش نعملوا احنا؟ فمش مقدس خويا. انت يا خويا التسيير نتاعك تشوبوا بعض النقائص. نقول راهو تسيير الجمعيه ذيك عندنا ولينا حساسين من النقد زاد يا مادوش، ولات عندنا حساسيه كبيره من النقد. فما اتهامات، فما اتهامات راهو تو كيما السنوات السنوات قاعدين كل عام ترجي نتاع الحكام، الحكام نتاع ترجي يهديوا لها يعملوا لها كذا. السنه مثلا ولينا نقولوا انه النجم رياضي الساحلي والبطوله وسماوها عطاوها كنية وكذا وللتوال. في الحالتين الزوز حتى واحد ما عنده دليل. نربيو الاجيال على الكره بعضنا. لازمك انت صغير كي تطلع اكره الترجي خاطر الترجي رشوه يقولوا لها، واكره النجم خاطر على خاطر سي عثمان ولده في كذا في الفيدراسيون عطاوها الشامبيون، واكره الكلوب على خاطر بسليم الريحي. معنا حتى دليل خو؟ عندك دليل؟ ليه مادي هذه لا نكهه كره القدم هو راهو كيكا في الريفاليتي هذه بين النجم والترجي في العالم كامل. هكا موافق انت وبرسا عادي ما تراهمش تجاوزات شنو انت خاوتي شديت شحبوده وقتها على برشلونه قلت له هاو هاو سي هاو شي والله انا نحب الدليل والله بالدليل نوليو ناس كنا نحكي بالله يزيونا مالي ماسك نحكيو معناتها بكل صراحه ووضوح. مالا النتيجه ما فما حتى جمعيه في تونس ما تشريش لي زاربيترو ما تشريش الملاعبيه. اخر ماتش كل ملاعب خذا 5 ملايين وما نقولش شنو الماتش باش يتخاذ. اعطيني المعلومه. لا عندي المعلومه. عندي المعلومه. اعطيني المعلومه. شو خطيو في عن شرط كريم لقصة حتى جمعية راهو في تونس ما منش ما قصدش ما تجاوبش تقول لا يا مات نقول لك علاش ما تحكيش نجاوبك على سؤالك خاطر احنا عايشين في تونس كان تقول بتاتر انا وياك ما نروحوش احتمال انا وياك ما نجموش نتعداو معناها الرومبوان هذاك كيف فعلا مجاملات لا ايه كورتنا بطولتنا ديما فيها الكولات انت تو سالت جواب وتنقضت راك واللي يشري الاسيستون واللي يشري الاربيتر واللي موتيفي يعطي 10 ملايين الرئيس الجمعيه يقول سيب عليك انت الماتش ما حاجتكش فيه خويا انا بالنسبه لي مازال باش يصير جمعيات مش معنيه بفوز بالبطوله كلها باش تبيع ماتش واتا خلينا نكون واضحين انا بالنسبه لي الجمعيات اللي سميناهم ترجي مدرسه اخلاقيه نجم مدرسه اخلاقيه هذا واقع لماذا جمعيات كبيرة اللي عنده واقع يتكلم انت تعرف يا مات لا وعنيس يعرف وش يسمع وكان ملاعب وحارس مرمى ونأكد لك اللي هو راه جو 50 مرة وقالوا له بيعنا الماتش لحظة